كنقول لسعد حبيبي سعد، كنقول له الحمد لله على السلامة، الحمد لله رجعتي لبلادك. المغرب نور، وانا اصلا كنت عارف قالها لي، قال لي غادي نجي للمغرب، باقي ما شفتوش بحكم الخدمة، لكن ان شاء الله نشوفوا هاد الايام. اخونا وحبيبنا الله يسهل عليه. صراحه خطبت جمعت العائله وقلت لهم واحد الخطبه، خطبت عليهم واحد الخطبه، تحمقوني نتوما مع الزواج صاحبي. راه مازال صاحبي، شوف ما كانت شي حاجه، لو كانت شي حاجه راه نعلن عليا، لاننا من الفنانين اللي كنبغي نفرح الجمهور ديالي وكنبغي نفرح مع الناس. شوف انا جمهوري والناس اللي كتبغيني هما عائلتي، عندي العائله ديالي بيان سيو فوق راسي، لكن الجمهور ديالي شوف انا فاش كنكون كاعي ولا كنكون دايز بشي شي شي مرحله خايبه ما كنعاودش للعائله ولا صحابي، تنعاود لجمهوري، لان الجمهور هو اللي كيعطيني ديك الطاقه الزوينه، ديك الطاقه الايجابيه. فاش كنحسهم ديما معايا كنفرح وكنرجع ايجابي وكنرجع مبتسم. ففكره الزواج ان شاء الله فاش تكون غنخبيها عليهم، لا غنقول غنقولها لهم هما الاولى، وتقدر تكون غير من المعجبات ديالي، يعني هذه 100% اكيد غندي شي مراتي غتكون من المعجبات ديالي. فكره الاعتزال سواء كانت الاليسا ولا شي فنان اخر ولا شي فنانه واحده اخرى، شوف راه خص الناس تعرف باللي الفن راه صعيب بزاف، والضغوطات اللي كيفوت بها الفنان راه ما كيفوت بها حتى شي واحد، الضغوطات النفسيه، يعني راه شوف الفنان كيجيوه شي مرات شي رسائل تهديد، كيجيوه شي رسائل اللي كيسبوا فيه الناس، شي رسائل اللي بعدا احنا كنتوصلوا بشي دي ميساج اللي ما كيتفهموش، ما كيدخلوش للعقل، كيكون واحد الناس كيكريو دي كونت فهمتي وهمين، تيبقاو يقولوا لنا شي كلام اللي فريمون كيأثر، فهمت؟ غير احنا الحمد لله على حسب كل فنان وكيفاش كيدير يتقبل هذوك الانتقادات ولا هذوك داك الكلام الجارح. فكنقول لك هذا الاعتزال راه شي مره كتلقى شي فنان ولا شي فنانه كيعتزلوا ويفكروا بالاعتزال بسبب هذا الشيء، لان كاين شي فنان اللي ما كيتحملوش هذا الكلام وهذه الانتقادات. فكنقول الجمهور شويه خفوا شويه علينا، يعني خفوا علينا، حتى احنا راه حنا حتى الفنان راه بشر وعنده احاسيس وفي النهايه كيقدم واحد الرساله نبيله، فهمتي؟ شوف اي مجال سواء كان الفن ولا شي حاجه اخرى كتلقى فيه الناس اللي كتبغي تحفر لك، كتبغي تحطمك، لان كيف ما كيقول واحد المثل خوك في الحرفه عدوك. انا صراحه واجهت بزاف ديال 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 بزاف ديال الحوايج من هذا الشيء، بزاف الناس اللي كانوا باغيين يحيدوني من سهرات، بزاف الناس اللي كانوا تيطيحوا الثمن باش يكونوا هما، لكن هذا الشيء كيخص يعطي الواحد قوه، فهمتي؟ كيقول يعني مادام هما تيبغيو يديروا لك هذا الشيء، يعني انت راك كاين، واللي معاه رضات الوالدين ومعاه واحد الفن زوين وواثق من نفسه غيقدر يمشي بعيد. شوف اي مجال فيه المافيات، اي مجال فيه الحروب، فيه واحد كيحفر الواحد، انا واحد الفنان اللي ما عرفش شنو المشكل اللي عنده معايا كيحاربني لواحد الدرجه كبيره بزاف، دعيتو لله سميتو ماكسيم، لي فريمون هو كيحاربني. شوف لا بالعكس على المراه بالعكس، ماكسيم فنان غزال بزاف، وحصل لي الشرف تعرفت عليه شخصيا، لا هو لا سناء مراحاتي اللي تاهي كتحاربني بواحد الشكل كبير. تبارك الله، هذه الطاقه اللي خص تكون بين الفنانين، راك مباشر، هادشي اللي خاص يكون بين الفنانين. واش انت ما كتشوفش الوالد؟ ما كتشوف كتشوف ماكسيم جا معاه الهوا ديال صفر ولا كيضحك بزاف. بالنسبه للمشاركه ديالي في ماستر شيف،
علاش لا؟ انا كنت صورت مؤخرا صورت ماستر شيف، لكن كضيف كعضو في لجنه التحكيم ماستر شيف ديال الدراري الصغار، وعجبني الحال بزاف، عجبني الحال بزاف. وتما كانت هذه الفكره يعني تعرض عليا انني نشارك في ماستر شيف ديال النجوم، وان شاء الله هذه فكره قابله للتحقيق، خصوصا انني من عشاق الطبخ وعزيز عليا الماكله. ما كنعرفش نطيب بزاف، لكن اللي كلا من يدي ما يموت في الجوع. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.